السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم مبروك وجمعة مباركة إن شاء الله. تحياتي للمتابعين كاملين بدون استثناء، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباحكم سعيد إن شاء الله. اليوم الجمعة، الله يدخلها بالصحة والسلامة على كل مسلم. المهم كما كتشوفوا احنا غادي ان شاء الله سالينا من العمل، سالينا من العمل ان شاء الله. غادي المقر السكن ان شاء الله بحول الله وقوته. الرياحين، مشروع الرياحين ما كتشوفوا احنا غادي في الطريق. واحد الرسالة كنبغي نوجهها للناس اللي كيبقاو ناعسين وكيقول لك الخدمة ما كيناش في المغرب. هادشي رانا احنا قلناه في فيديوهات، وتلقينا ميساجات من واحد الناس اللي القلب ديالهم بارد، ما بغاوناش نوصلوا هاد الشهادة، ما بغاوناش نقولوا بحال هاد الشهادة وهاد المعقول. يعني ما كيبغوكش تشجع الناس باش تخدم وباش تنوض بكري وتنوض تخدم وتقلب على المصدر الرزق ديالها، ولكن الناس الأغلبية كيفضلوا، معظم الناس ديال هاد الوقت دابا كيفضلوا يبقاو ناعسين. بغاو اللي يجيب ليهم الخبزة بين يديهم، بغاو اللي يوكلهم. راه والله وليدي وما عريتي على دراعك ونطي بكري ومشيتي قلبتي على راسك، لا عرفك شي واحد، وبقى ناعس وقول الخدمة ما كايناش. ابقى ناعس حتى ل 11 ولا 12 وقول الخدمه ما كايناش في المغرب. غادي ينوضوا واحد لوحدين اخرين عاوتاني غيبداو يكتبوا في الكومنتيرات، غيقول لك انت هادي وهادي والى اخره. قول لي بغيتي، انا كنقول الراي ديالي وانت حر. الى عندك النفس غتنوض قلب على راسك، ما عندكش ابقى ناعس وابقى تعير وتسب. انا مجرد كنوصل لك الفكرة وكنوصل لك المعلومة. نوض عري على دراعك ونوض تخدم، وما تبقاش تقول لهم الخدمة ما كيناش. سمعتيني؟ نوض عري على دراعك وعري على كتافك، ما يكونش قلبك بارد وتبقى ناعس حتى لشي وقت وتنوض وتقول لهم المغرب اش عطانا. انت اصلا شنو عطيتي؟ وكل شيء كيبقى يتسنى في هذيك العيبه ديال هذيك التخربيقه ديال النهار 15 في شهر 9 2024. 15 في شهر 9 انا ما كرهتهمش، مليت بشي يطحنوك عصا يهلكوك عمود ورجع في حالاتك، يطحنوك طحين ديال بصحيت. علاش؟ حيت قلبك بارد ونفسك بارده. اغلبيه الناس ما غاديش يبغيو هادشي اللي كنقول دابا، ولكن اللي رجال غاديين يقدروا هادشي، هذا غيقدروا الموقف. المهم انا مجرد كنوصل لك الفكره، ديرها ولا ما ديرهاش شغلك هذاك. عاقول اللي بغيتي وكتب اللي بغيتي دابا، غير هو راه الا مشيتي حتى كتبتي شي حاجه ولا كتبتي شي كومونتير ولا شي حاجه ودليتي، راك غادي دليتي على شي حاجه، راه غادي تدل على راسك بانك بارد القلب عديم راسك. يعني راك عديم راسك وبارد القلب وما قادرش تخدم.
المهم انا وصلت لك الرساله والكره راه بين يديك اوليدي، نوض عري على دراعك. الحاجه الوحيده اللي نقول لك انا هو نوض عري على دراعك ونوض تخدم وقلب وكون راجل، كون راجل ما تكونش عيان، ما تكونش عيان مسالي مدقدق مهرشل. شكون هما اللي عيانين مساكن ومدقدقين؟ هما دوك مساكن اللي دايرين الكروسه ومعوقين ما تقدروش يخدموا. كنسمع بزاف منهم كيقول لك اه والخدمه ما كايناش، وانت الخدمه قلبتي عليها، وانت عندك الصحه ديالها بعدا وعندك الرغبه ديالها باش غادي تقلب عليها وتخدم. راه كاين اللي كيمشي يعيطوا عليه يخدم وما تيبغيش يخدم. وكاين اللي تيمشي وكيرجع ما تيقدرش يخدم حيت ما عندوش الكتاف، ما عندوش الكتاف وما عندوش الصحه وما عندوش الخرقه للخدمه، ينوض بكري مع السروه وينوض يقلب على رزقه. رزقه ده مضيعه براسه، رزقك رزقك وليدي مضيعه براسك. نوض قلب على راسك صاحبي، نوض بكري الا بغيتي تخدم، نوض بكري الا بغيتي يقضي لك الله الغراض، نوض بكري توضى وصلي واطلب الله وهز كفوفك الله وبكي وبكي عليه والله حتى دير لاباس والله. ولكن ما حدك راقد جار المنطقة ال 11 ولا 12 راه ما عمرك غادي دير شي حاجة في حياتك. المهم نتمنى هاد الرسالة توصل ليكم والجميع، وتحياتي للمتابعين الأوفياء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.